السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم السادة المشاهدون في كل وقت وحين، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج كلمة سواء، نستقبل فيها استفساراتكم واتصالاتكم والإجابة على أسئلتكم بإذن الله تعالى. عنوان هذه الحلقة: رمضان وفرصة التغيير. كلمة سواء يتشرف باستضافة شيخنا الشيخ محمود الموسى، عضو هيئة علماء ليبيا. فأهلا بكم شيخنا وحمد لله على سلامتك. حياكم الله أستاذ مصطفى، حيا الله أخوة المشاهدين والمشاهدات، الله يبارك فيكم ويباركنا في هذا الشهر المبارك. حياكم الله. رمضان وفرصة التغيير، كيف يكون رمضان فرصة للتغيير شيخنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله جل في علاه الذي بلغنا هذه الأيام المباركة وجعلنا ممن يدركها ويدرك فضلها وبركتها، ونسأله سبحانه أن يبارك لنا فيها وأن يجعلنا فيها من عتقائه من النار. لا شك أن المؤمن له قبل رمضان وفي بداية أيامه له شأن في التفكر في نعم الله تعالى، فحين يرى سرعة الأيام وسرعة انقضائها وسرعة مرورها يرى أمرا مهولا مخوفا، كيف تمر هذه الأيام هذا المرور السريع وينقضي العمر بما فيه من سنوات أو أيام أو أسابيع أو شهور، الذي يجعل المؤمن في انشراح صدر حين يعلم فضل الله عز وجل عليه بأن جعل لهذه الأمة شهرا مباركا يعوضون فيه قصر أعمالهم. ولذلك نتذكر في هذا المقام ما رواه الترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. في هذا الحديث المبارك يخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن معدل أعمار هذه الأمة وهو متوسط الأعمار ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك أي يتجاوز ذلك. هذا يجعل المؤمن حقيقة يقف متأملا في قصر هذا العمر، ولذلك حين يرى فضل هذا الشهر وما فيه من خيرات وعطاءات وبركات يعلم فضل الله عز وجل على هذه الأمة. فهنا حري بنا أن نستحضر نعم الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فحري بنا أن نذكر آلاء الله ونعمه وعطاءاته الدينية والدنيوية في أنفسنا وفي ما حولنا. حفظكم الله تعالى. فقط أحب أن أذكر السادة المشاهدين بأننا نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهواتف اللي تظهر تباعنا أسفل الشاشة، وضيف حلقتنا كما رأيتم وعلمتم الشيخ محمود بن موسى، عضو هيئة علماء ليبيا. طيب، لازلنا في مسألة التغيير شيخنا، هل التغيير بحد ذاته سهل أم أنه صعب؟ هو التغيير لا نستطيع أن نقول أنه سهل، وفي نفس الوقت لا يسعنا أن نقول إنه عسير، بل هو سهل يسير على من يسره الله تعالى عليه. فمن وفقه الله وأراد الله به خيرا واجتبى قلبه وأحيا له فؤاده فإنه يكون يسيرا. لكن بحسب ما جاء في بركات رمضان وفي عطاءات رب العالمين في هذا الشهر فإنه بإذن الله تعالى يسير، مع التفكر، مع الاعتبار، مع استفتاح رمضان بالاستغفار والإنابة إلى العزيز الغفار، يكون التغيير بإذن الله عز وجل يسيرا حين يعلم المؤمن ما صح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن لربكم نفحات. فتعرضوا لنفحات الله وتعرضوا لها، وسلوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. طيب، اخترنا لهذه الحلقة عنوانا: رمضان وفرصة التغيير. مسألة الفرصة بحد ذاتها هل هي متكاثرة في سنن الله سبحانه وتعالى الكونية أو الزمنية بالذات، متعددة بهذه الأشهر العظيمة، أم أنها مقتصرة، أم أنها محدودة، وما الحكمة من أن تكون هناك فرص متعددة للمسلم؟
هو من رحمة الله عز وجل بنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإنه تبارك وتعالى جعل لعباده أوقاتا ومواسم للخيرات، وهي فرص حقيقة يتعرض فيها المؤمن لنفحات الله، يتقرب إليه بالتوبة والإنابة والاستغفار، يستحضر المعاني القائمة. الآن عندنا فرصة أن الشياطين مصفدون، وهذا التصفيد يشعر به المسلم، فحين يجد نفسه في سائر الأيام قد انجذبت إلى الدنيا وشهواتها وتعلقت بها، ويشعر الآن أن نفسه قد تغيرت وأنه يجد قبولا وانشراحا في الإقبال على الله، فلا شك أن هذه فرصة عظيمة، بل هي منحة ربانية وعطية إلهية، إن اغتنمها رجعت عليه بالخير والبركة والفضل. نعم. يقول تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبالتالي أنا أسأل عن الإرادة الذاتية، هل هي مستلزمة أو مستلزمة في مسألة التغيير؟ لأن البعض يعتقد أن التغيير إنما هو قدر الله تبارك وتعالى، يمسي أكرمكم الله عاصيا ثم يصبح وقد غيره الله، فكيف يتغير؟ هذا الكلام غير صحيح، لو كان صحيحا ما كان الإنسان يعني مخيرا وما كانت له إرادة، ما قال الله تعالى بما كسبت أيديكم؟ فالعمل سواء كان صالحا أو فاسدا فإنه ينسب إلى فاعله وهو العبد، فإنه يفعل باختياره، وإن كان كل ذلك بمشيئة الله وتقديره، لكن هذا لا يمنع أن للعبد مشيئة واختيارا وإرادة، وأنه يختار ما يشاء بحسب ما يشعر به، وأنه يبذل الأسباب لسيما في الأمور الدنيوية. فلا يمكن أن يقال بأن الأمور هي قدر محض والإنسان يتقلب حولها وعندها كالريشة في مهب الريح أو كالقدر إذا استجمعت غليانا، هذا غير صحيح، بل هي أقدار مقدرة قدرها الله عز وجل وشاءها، وهي في نفس الوقت اختيارات يختارها الإنسان وهو مكلف بها ومخاطب بالأمر والنهي، فهو يفعل ما أمره الله ويستعين بالله ويتقرب إليه ويفوض إليه جل في علاه وتبارك في علياه. مقام النية في مسألة التغيير شيخنا ما هو مقامها؟ النية أصل من أصول العمل، ولذلك جميع الأعمال إنما مناط قبولها ومناط اعتمادها ورضا الله جل وعلا عما قام بها على هذه النية. فرق بين من يستقبل مثلا رمضان على أنه عادة تدور علينا خلال العام، وأنه يعني يعود بعد وقت ويدخل فيه من غير استشعار ومن غير حضور قلب، فرق بين هذا وبين من يستقبل رمضان أنه نفحة من نفحات الله، يستقبله بالاستغفار، يستبشر به، يعلم ما فيه من الخيرات والعطاءات والكمالات، شهر القرآن والقيام والصيام، شهر العتق من النيران والغفران، هذه المعاني التي يعني ذكرت في هذا الشهر إذا استحضرها ونوى لا شك أنه يختلف اختلافا تاما عمن دخل مصحوبا بغفلة وعدم استحضار لهذه المعاني والحقائق. إذن أول مراحل التغيير إذا ما أراد الإنسان أن يغير نفسه هو النية، وهو أن ينوي التغيير. لا شك، أولا أن يستعين بالله عز وجل، وأن يستحضر يعني ثمرة هذا التغيير، وأنه إن من الله عليه ووفقه للأعمال الصالحة قولا وفعلا ثم هدى قلبه للإيمان ومن عليه بالخشوع والإقبال على الله، فلا شك أن هذا هو التغيير المقصود، وغير خاف على الناس وعلى المسلمين أن المقصود من هذا الصيام إنما هو تحقيق التقوى لعلكم تتقون، فالمقصود لعلكم تصلون لهذه التقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فإذا صمتم كما أمر الله فلعل الله تبارك وتعالى وهو صاحب الفضل أن يمن عليكم بتحصيل التقوى، وهذا يحتاج طيب إلى استحضار. لعلي أرجع نقطة الخلف وأسأل عن مفهوم التغيير بحد ذاته، وعلى من يقع التغيير؟ هل هو يقع على العصاة فقط أم عن الأمة بعمومها بعلمائها وطلبة علمها ومشايخها وعوامها؟ ماذا بالضبط؟ نبدأ بمفهوم التغيير الذي نعنيه بهذه الحلقة. هو نحن نعني بالتغيير الانتقال من المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذكر، من الجهل إلى العلم، من الإفساد إلى الإصلاح، فالتغيير هو الانتقال من كل ما يخالف
ما يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه جل وعلا ويرضاه من عباده. هذا هو المقصود. وعلى هذا المعنى يكون التغيير فرضا على كل الأمة، ولذلك التغيير هو الهداية. ونحن نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا في كل ركعة مرات عديدة، اهدنا الصراط المستقيم. وحاجتنا إلى الهداية أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتعلم علما جديدا يؤهله للتغيير. فالذي لا يعرف ما الذي يجب عليه وما الذي أراده الله منه وما الذي يطلبه ربه جل في علاه، فإنه لن يتحرك إلى التغيير ولن يسعى في هذا التغيير. إنما يسعى فيه من علم أولا أنه بحاجة إليه، وعلم ضعفه وتقصيره في كثير من الجوانب الشرعية وغيرها، ثم علم أن الهداية بيد الله فسعى لها وبذل الأسباب واستعان برب الأرباب جل في علاه. كل هذه المعاني نستخلص منها أن التغيير هو الهداية، هو التقوى، هو الإقبال على الله، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني أن يغير الإنسان وأن يخطو الخطوة الأولى. إذا تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. وهذا هو المقصود، أن العبد والمكلف والمسلم وكذلك المسلمة يبذل السبب ويخطو خطوة في التقرب إلى الله، ثم يأتي توفيق الله وعونه وهدايته واصطفاؤه واجتباءه. من الفئة المستهدفة بالتغيير أولا؟ هل هم العصاة مثلا؟ أم أن الأمر يعم عموم الأمة؟ هو المقصود بالتغيير أنه يشمل كل أحد، ولا أظن أن أحدا من المسلمين راض عن نفسه. اللهم استعان. حتى العلماء والعباد فإنهم إذا علموا حق الله تعالى وما يجب له فإنهم لا يرضون أنفسهم. ولا شك أن المؤمن لا يمكن أن يرضى أعماله وما يتقرب به إلى الله إذا علم عظمة الله جل في علاه وما يستحقه، ثم إذا نظر إلى نفسه وما فيها من الغفلة والرعونة والتقصير والضعف والركون إلى الدنيا والتعلق بالشهوات، فإنه لن يرضى نفسه لله عز وجل. فلذلك يعني ليس التغيير محصورا في العصاة، بل هو عام في كل الأمة وفي كل إنسان وفي كل مسلم. ولا يمكن أن يصل المسلم مهما اجتهد ومهما استفرغ وسعه في طاعة الله أن يصل إلى الذروة والكمال، وإنما هو يسعى ويبذل ويرجو الله عز وجل أن يعينه وأن يسدده. طيب، قدمنا منذ قليل النية، وقلت أنه لابد من أن ينوي الإنسان إذا ما أراد التغيير هذا التغيير، وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا التغيير. طيب، مرتبة العلم في مسألة التغيير، لأن الذي يريد أن يتغير ليس الأمر سهل كما تعلم شيخنا. فما هو مرتبة العلم في مسألة التغيير؟ نعم، هو العلم قبل القول والعمل، قبل أن يتكلم الإنسان وقبل أن يعمل أي عمل لا بد أن يكون عنده علم يعلم به ما الذي يريد أن يقوم به. وإلا فإذا لم يكن عالما بحقيقة نفسه وبقدر ربه جل وعلا وما يستحقه، ولم يكن عالما بخطئه أو تقصيره أو غفلته أو ضعفه، فإنه لن يسعى إلى التغيير. ولذلك العلم هو أول مراتب التغيير، أول مراتب السعي في الإصلاح، أن تعلم أنك مخطئ، أنك مقصر، أنك لم تؤدي حق ربك جل وعلا. هذا العلم أول مرتبة، ثم تأتي الإرادة بعد ذلك، ويأتي الاجتهاد، ويأتي الدعاء في السعي لهذا التغيير. دعني أستأذنك شيخنا فقط لبعض دقائق، نخرج لهذا الفاصل. كذلك أستاذ المشاهدون، نخرج إلى هذا الفاصل الأول، على إثره نبدأ في استقبال اتصالاتكم على الأرقام التي تظهر تباعا أسفل الشاشة. إلى هذا الفاصل، من بعده نواصل.
حياكم الله مجددا السادة المشاهدون، واهلا بكم صحبة شيخنا الشيخ محمود بن موسى عضو هيئة علماء ليبيا. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم وفتاويكم حتى في خارج موضوع هذه الحلقة التي اخترنا لها عنوان رمضان وفرصة التغيير. طيب شيخنا، وقفنا عند مسألة العلم حقيقة، وقد بينتم أن العلم مهم في هذه المسألة. نأتي إلى مسألة أخرى شيخنا، بما يبدأ في أول مراحل التغيير؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أول مرحلة التغيير مرحلة التفكر في ما ينبغي أن نسعى في تغييره، أن يتفكر الإنسان في نفسه، في عمله، يكون دائما محاسبا لنفسه، ناظرا في أعمالها، لا يرضى نفسه لله تعالى، يدرك ويقف بعلم ومعرفة على حقيقة الأخطاء التي في نفسه أو في ما حوله. فإذا كان على علم وعلى معرفة فإنه هنا أول ما يمكن أن ينطلق من خلاله. ولذلك يعني قديما ذكر بعض الأئمة كسفيان الثوري حين قال رحمه الله إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، على أساس أن المعصية عنده علم أنها معصية فيشعر بمخالفة أمر الله وأنه عصى. فهنا هذا العلم هو أول مراتب السعي في الإصلاح، في التوبة، في الرجوع، في الإنابة، في ترك هذا الذنب. أما إذا كان قد وقع في بدعة يتعبد بها ويتقرب بها إلى الله ويظنها عملا صالحا، فهيهات أن يترك ما يعتقد أنه يقربه إلى الله. إذن العلم هو أول مرتبة من مراتب التغيير، وحاجة الناس إلى العلم النافع حاجة ملحة. وذلك هنا يأتي فضل العلم وفضل الاطلاع وطلب العلم ومعرفة الشريعة ومعرفة السنة والوقوف عندها وفهمها، فهذا هو الأصل الشرعي في طيب هذا الباب. إذن التفكر في الحال ومعرفة مدى مجانبة الإنسان أو المرء لشرع الله تبارك وتعالى ولرضى الله تبارك وتعالى، هذا أمر مهم. لكن تبقى عندنا مسألة مهمة هي أن ذكرتها أنت، أن مسألة البدعة أن صاحبها يتعبد الله تبارك وتعالى بها ويظن أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، وبالتالي كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟ هو معالجة هذا الأمر يحتاج إلى يعني إلى حلقات، لأننا عندنا إشكالية في هذه المسألة، وعندنا يعني طرفان ووسط في التعامل معها. فالمسلم ربما يؤديه جهله أو قلة علمه أو حرصه على الخير مع عدم طلب العلم يؤديه إلى أن يقع في بدعة وأن يتعبد المولى عز وجل ب أمر لا يشرع. فهنا الحاجة إلى تبيان هذه البدعة وتوضيح هذا الخطأ في الشريعة وإيراد النصوص من الكتاب والسنة على خطر الإحداث والابتداع في دين الله، هذا واجب شرعي. فنتعامل مع هذا الخطأ من وفق أمرين مهمين دندنا حولهما سابقا فيما يتعلق بمنهج السنة والجماعة، ببيان الحق ورحمة الخلق. نحن نحتاج إلى أن يقوم العلماء بواجبهم في بيان الحق وبيان السنة وبيان الدلائل الشرعية على التحذير من البدع وبيان انحرافها، وفي نفس الوقت نحن بحاجة إلى رحمة الخلق وإحسان الظن بالناس. طيب. وبيان أنهم ربما وقعوا أو وقع بعضهم في هذا عن اجتهاد وحسن قصد وعن تأويل وليس طيب. عن عناد وهوى. سنعود بإذنك شيخنا لهذه المسألة بالذات لأنها مهمة جدا، لكن سأستقبله من بعد إذنك والسادة المشاهدين مسعود من طرابلس. أهلا سيد مسعود. سيد مسعود أهلا بك، إن كان معي في الاتصال سيد مسعود. طيب يعاود مسعود الاتصال. محمد أيضا، محمد يبدو أن هناك خلل في الصوت. طيب لعل الأخوة يعالجون هذا الخلل كذلك، ولعل الأخوة المتصلين يعاودون الاتصال بنا آنفا أو بعد قليل على الأقل. طيب إذن قلت أن منهج السنة، وقد تكلمنا هذا مع حضرتكم في ليبيا حول مسألة رحمة بالخلق ومعرفة الحق هكذا.
طيب الرحمة بالخلق، كيف يمكن أن نساعد هذا الذي وقع في بدعة على التغيير، ليس بالطريقة الطريقة الفضة وإنما بالطريقة الحسنة، طريقة السنة والجماعة؟ هو هذا الإشكال الذي يعني وقع فيه كثير من الناس، حتى بعض الشيوخ وطلبة العلم، أنهم يعني ربما عالجوا خطأ بخطأ أكبر منه، وربما عالجوا الخطأ بما يؤول إلى شر عظيم وفساد وفرقة. فنحن بحاجة أولا إلى أن تستشعر قلوبنا الرحمة بالناس والشفقة عليهم، وإذا رأينا من وقع في بدعة أو انحراف أو مخالف للصراط المستقيم، أولا أن نستشعر فضل الله عز وجل علينا، أن من علينا ونجانا من الوقوع في مثل هذه الانحرافات، وهذا أصل نعم. مهم. فإذا علمنا فضل الله عز وجل علينا بالنجاة من هذا، انتقلنا إلى نصحه وتذكيره بالكلام الطيب. طيب شيخنا الموعظة لعل الحسنة. ننتقل يا أخينا حسن من مصرات. أهلا حسن، مرحبا يا حسن. حسن كنت في الاستماع، أهلا بك. إذن غاب عنا حسن، ونتمنى أن يرجعنا، ويبدو أن هناك خلل في الاتصالات، فقط أتمنى أن تعالج هذه القصة وكذلك يعاود إلينا أخينا حسن ومسعود محمد من طرابلس. وقفنا عند هذه النقطة وهي المعالجة. طيب نعم. ماذا بعد هذا؟ إيه، ذكرت أنا أول شيء أن المسلم حين يرى غيره يخالف أمر الله ويتنكب الصراط ويقع في معصية الله، هنا يستيقن فضل الله عليه. ونستحضر في هذا المقام أبياتا قالها ابن القيم رحمه الله حين نظر في الناس وأحوالهم وفي الملل وأهل الأديان الأخرى والمنحرفين، يقول: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فهنا ربما يصل المسلم الصادق إلى أن يبكي يعني خوفا من الله وشكرا له على توفيقه، وهذا يجعله مشفقا على من وقع في هذا الانحراف. بعض الناس ربما حين تغيب هذه المعاني عن قلبه يحصل عنده استعلاء، وربما ينظر إلى المخطئين والمخالفين أو المنحرفين أو أهل البدع، ينظر لهم باستحقار نعم. وازدراء وربما استعلاء، وربما يغلظ لهم القول مباشرة. سنبسط القول في هذه المسألة نعم. وكذلك قول الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لكن بعد أن نستقبل أخونا محمود. أهلا بك محمود من مصراتة. محمود أهلا بك محمود. حياكم الله، تفضل محمود. محمود المصراتة. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، هناك إشكالية كبيرة في الصوت. نعود إليك فضيلة الشيخ، يعني كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليكم. نعم. وبالتالي حتى نستذكر كلام ابن القيم في نونيته لعلكم تحفظونها. فهذا هذه النظرة، نظرة الازدراء ونظرة أنا التقي، أنا الذي على السنة وهذا هو على بدعة وهذا على المعصية، فأنظر إليه باستحقار، أليس هذا؟ وكذلك الكافر ينظر إليه: هذا كافر وهذا من النار. أليس هذا أدعى أن يبعد من تريد أن تحظوه أو تحزه للإسلام فتقصيه؟ نعم. هو لا شك، أول شيء نحن نتكلم عن النظرة الشرعية الصحيحة لكل من يخالف أمر الله عز وجل، سواء كان معصية أو كان كفرا أو بدعة أو شركا. فالنظرة الشرعية هنا أننا نرحمه بالقدر ونأمره وننهاه بالشرع. هنا حقيقة انتشر يعني في أوساط طلبة العلم أمر يحتاج إلى إعادة نظر، وهو أن بعض الناس يظن أو ربما يتوهم أن الأصل في المخالفين والمخطئين وأهل البدع أو الكفار أن الأصل فيهم الخبث وسوء القصد والنية المتعمدة في المخالفة، مع أن هذا غير صحيح. كل من تعامل مع الناس وخالطهم ودعاهم وحاورهم يعلم أن كثيرا من الناس ربما ينحرف لا سمح الله ويخالف أمر الله
سواء في باب المعتقد أو في باب السلوك والعبادة ويقع في بدعة أو في غير ذلك من باب القضايا الفكرية مثلا، فيخطئ لكنه لا يخطئ عن عمد وقصد واتباع للهوى وإصرار وعناد، وإنما أداه فهمه إلى هذا، لم يكن عنده الأصول الشرعية الصحيحة، لم يكن على اطلاع ومعرفة بقواعد أهل العلم وأصول أهل السنة، فيقع في هذه المخالفة، أو ربما نشأ في بيئة أهلها يعتقدون هذا المعتقد، أو وجد والديه على طريقة معينة فسار عليها، وهذا موجود ويعني بقوة في الناس، فهنا يحصل عنده تشبث بهذا المعتقد ويعتقد أنه هو الحق الذي يرضي الله ويقرب إليه ويعقد عليه الخناصر كما يقال. فهنا لا يليق بنا أن نحكم حكما عاما بأن الأصل في هؤلاء أنهم يعني سيئوا المقاصد وخبيثوا النية، ليس الأمر كذلك أبدا. كثير من الناس ينحرف في فهمه لكنه مستقيم في نيته وقصده، يريد وجه الله والدار الآخرة. نحن لا نصحح هذا الخطأ بهذه النية، لكن هذا يجعلنا نتعامل معه معاملة المسلم الصادق الذي أخطأ. إذن الأولى بالتغيير شيخنا هم خواص الدائرة وهم أهل العلم وطلبة العلم. نحن ندعو أهل العلم إلى أن يعيدوا النظر، لأننا نجد كثيرا من الشباب قد نشئوا على أن الأصل في المخالفين من غيرهم، في المخالفين أن الأصل فيهم أنهم خبثاء وأنهم كذابون وأنهم معاندون، يعرفون الحق ويخالفونه قصدا وعمدا. وهذا الكلام في غاية العجب حقيقة، كيف يعني الأصل في المسلم أنه يحب الله ورسوله وأنه يحب ما يقربه إلى الله وأنه يريد أن يصل إلى مرضات الله وإلى جنته، فكيف يفعل ما يخالف هذا الأصل ويتنكب الصراط وهو يعلم أنه مخطئ؟ يقع هذا الأمر في أحوال، وربما بسبب التعلق بالدنيا لأسباب دنيوية، لأجل الرئاسة، لأجل الملك، كما وقع مثلا هرقل حين يعني حديث البخاري علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل ملكه ترك أن يتبعه. طيب الشباب يحاولون فقط استجماع الاتصالات لأن هناك مشكلة خط في طرابلس وبين هنا، لكن لعلنا نستقبل أخي سالم. سالم أهلا بك من مصراتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا سالم، تفضل. لا إله إلا الله، إشكال كبير هو الذي يمنعنا حقيقة من استقبال الاتصالات، لعلنا فقط نحاول تكرارا، لا بأس من المحاولة شباب. طيب عند هذه النقطة شيخنا هي مسألة هذه النظرة. إذا طيب ما هي النظرة التي مفترض أن ننظر نحن بها للمخالف؟ إذا قلت أنه لا يصح أن ننظر إليه بأنه قد تعمد المخالفة وأنه قد تعمد الكفرة أو أقل من ذلك البدعة وأنه أصر عليها، ما هي النظرة التي يجب أن ننظر إليها نحن أو ينظر لها حتى نزكي أنفسنا الذي ينظر لها أهل السنة للمخالف؟ نعم، هو ما ذكرت آنفا من رحمة الخلق إحسان الظن بهم ابتداء، أنهم ما تعمدوا مخالفة أمر الله عز وجل ولا تعمدوا أن يعتقدوا عقيدة تخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وأصحابه عن قصد، مع علمهم بأن ما هم عليه يخالف. لا، كثير من الناس يعتقد ما نراه نحن مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن هو يرى أنه هو الحق المبين ويرى أنه على طريق السيد المرسلين. إذن إذا أحسننا الظن وتعاملنا معه وفق الظاهر وعملناه بحسن خلق وبكلمة طيبة وحاورناه، سيكون هذا أدعى في قبوله الحق. الآن إذا أردت أن أدعو شخصا أعتقد أنه خالف السنة، هل يليق بي أن آتيه وأن أقول له أنت ضال منحرف وأنت مخالف للسنة وإن مت على هذا فأنت في النار؟ هل بعد ذلك هذا موجود بأشنع من هذه الطريقة؟ هل سيقبل مني صرفا أو عدلا؟ هل سيقبل مني كلمة أذكره بالله؟ لكن لو جئته و
يعني سلمت عليه بطلاقة وجه مع حفظ الأخوة الإيمانية بيننا، ثم قلت له الإنسان يسعى لمرضاة الله ويسعى لجنته وقربه، ولكن كلنا غير معصومين، ربما نخطئ، ربما نفهم الأدلة على غير وجهها. فهناك يعني أساليب، يعني أساليب. أنت تريد وجه الله والدار الآخرة، وأنا أعلم أنك لا تتبع الهوى، بل على العكس أنت إن شاء الله على الخير ولك نية طيبة، لكن لنتباحث في هذا الأمر مباحثة علمية، ننظر في الدلائل. اليوم نجد أن كثير من الناس أستاذ مصطفى ينتقل من المسائل العلمية إلى الأشخاص في ذواتهم، بدلا من أن يناقش رأيك وقولك واستدلالك يسبك أنت في شخصك. طيب، يجب أن نفرق بين الإنسان وشخصه وبين ما يتبناه من أفكار أو يدعو إليه من آراء. فنحن نريد أن نبين حكم الله الذي يرضيه، وأن نوضح الحق المبين، نعم، وأن نسلط النقد، طيب، على الأقوال والآراء والأفكار. نعم. طيب، لعلي أستقبل يونس من تجران ثم أعود لسؤالي شيخنا. أهلا بك يونس من تجران. أيوة. حياكم الله. أيوة. يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكرامة. طيب، أكمل يا يونس. طيب شيخنا، لو تحدثنا عن نتائج هذه المسألة بالذات، ولعل حتى هذا الاتصال الأخير وتراحمه على من سماه بالمقاتلين مع عملية الكرامة يجعلنا نستغل هذه المسألة لننظر إلى حال المخالفين لنا، ليس فقط علميا وإنما حتى سياسيا منهجيا. ما هي النظرة التي ينظر منها أهل السنة لمن حتى من المفترض أنهم خالفهم سياسيا؟ نحن نتكلم في العموم، لا نحصر في العلماء، لكن نستغل هذا الاتصال بالذات لننظر هذه النظرة. نعم. لمن ماتوا مثلا حتى في سبيل هذه العملية، النتائج التي ترتبت على هذه النظرة للناس عموما، لسيما من كثير من أهل السنة، أنهم نظروا إلى الناس نظرة استحقار، نظرة سوء ظن، أن الأصل فيهم أنهم لا يريدون وجه الله والدار الآخرة، أنهم أصحاب مطامع دنيوية أو أصحاب شهوات ومآرب، أنهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. كثير من الناس هكذا يعتقدون هكذا. إذا يعني قرأت له أو سمعته يتكلم أو يؤصل للمسائل، لا أقول أنه يومي إيماء أو يشير إشارة، بل يصرح تصريحا أن هؤلاء مثلا من أهل البدع، أنهم إنما تركوا الحق عنادا واستكبارا بعد أن علموه، وإنما تركوا الحق لأجل الدنيا والشهوات. فهذا لا شك أنه يربي جيلا من الشباب يسيء الظن بإخوانه المسلمين. هذه نتائج، هذه نتائج، يعني نتائج كارثية. كل المعاني التي جاءت في السنة، إنما المؤمنون إخوة. لا ينزلونها ولا يطبقونها. طيب، يعني المسلم أخو المسلم. هنا المسلم أخو المسلم نص عام، كل مسلم هو أخي، حتى وإن كان عاصيا، حتى وإن كان مبتدعا. إذن أتعامل معه من منطلق هذه الأخوة، لا أقول أجامله. نعم. وأداهنه وأرضى بما هو عليه من مخالفة، لا، أقول أنصح له، أذكره، أبين له، لكن بالطريقة الشرعية، بالخلق الكريم. نعم. بالكلمات الطيبة، يعني لابد أن يشعر بمعنى الأخوة. إذا جئت أتكلم معه وأبين له انحرافه، لا يشعر أني أستعلي عليه بنصحي، بل يشعر أن أخاه يكلمه، وأن من يحب له ما يحب لنفسه هو الذي ينصحه. هذا الأصل لو أننا قمنا به وأعدنا النظر وغيرنا الطريقة التي عليها كثير من الناس، طريقة يعني التنفير، طريقة اتهام الآخرين بسوء القصد وخبث النية، لو غيرنا واستعنا بالله
وتعاملنا مع هذه الأخطاء من هذا المنظور ومن هذا المنطلق. نعم. يعني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب يعني المسلم من الشر أن يحقر أخاه. الآن الاستحقار موجود وقائم فضلا عن السب والشتم. فكل القضايا الخلافية حتى ما أشرت إليه من يعني الخلافات السياسية نحن نفتقد إلى أخلاقيات المسلم في التعامل مع المخالفين له. نحن نخالف أناسا ويخالفنا أناس، والأرض ملئت بالخلاف والاختلاف بين الناس، والله عز وجل قرر هذا أصلا كونيا قدريا لابد أن يقع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نعم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن هذا أصل شرعي، كيف نتعامل معه؟ هل نتعامل معه؟ إذن الاختلاف هو قدر. نعم، هل نتعامل مع هذا الاختلاف يعني بهذه الطرائق يعني الفجة وبهذه الأساليب السيئة؟ نحن اليوم حقيقة يعني وصلنا إلى آخر مرحلة وهي سفك الدماء ولعلنا تعديناها شيخا. نعم، للأسف تعديناها إلى ما هو أبشع وأشنع. نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في القواسم المشتركة التي تجمعنا. نحن مسلمون، تجمعنا كلمة لا إله إلا الله. نعم. تجمعنا الشهادة للنبي صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة. تجمعنا أصول الإيمان وأركان الإيمان والإسلام. تجمعنا أصول، بل بالعكس نحن في ليبيا حقيقة الخلاف بيننا قليل جدا ومحدود ومحصور، وعند التمحيص والتدقيق والنظر الشرعي المنصف تجد أن أكثر الليبيين على معتقد واحد، وليس عندنا ملل ولا طوائف ولا أديان. وهذا الذي أنا سأتحدث عنه في آخر هذه الحلقة. نعم. شيخنا معك هو حال البلاد، وأنت حديث عهد بليبيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمها شيخنا. يعني الخلاف الذي يجري والذي تعدى مرحلة سفك الدماء إلى مرحلة نبش القبور وهدم البيوت وغير ذلك، وهنا السؤال الذي يجب أن نبدأ فيه منذ هذه الحلقة وهي فرصة التغيير. كيف لنا أن نبدأ في الحث على التغيير والرجوع خطوة إلى الوراء؟ الخلاف ذكرت أنه موجود والاختلاف سيكون موجودا، لكن كيف لنا أن نضبط اختلافنا ونرجع خطوة إلى الوراء حتى يصلح الله حال البلاد؟ أنا في ظني أن من أكبر إشكالياتنا ويعني تعميق الخلاف بيننا عدم جلوسنا على طاولة وعدم تحاورنا فيما بيننا. وأكد لك سيد المصطفى، لو أن الأطراف المتنازعة الآن سواء كانت الخلافات فكرية أو كانت عقدية أو كانت حتى سياسية، الليبيون لو جلسوا وتحاوروا وتناقشوا لوجدوا أنهم غير مختلفين وليس عندهم ما يتصارعون عليه. لكن للأسف الشيطان له نصيب، وأعداؤنا الذين لا يريدون لنا أن نجتمع وأن تتآلف قلوبنا وأن تجتمع كلمتنا يسعون لإغار الصدور وشق الصف وتفريق الكلمة. والله لو جلسنا ونظرنا في حقيقة الخلاف وفي أسبابه وفي جذوره وفي كيفية التعامل معه، يعني أنا تعجبت من كلمة نقلت عن بعض غير المسلمين أنه قال الهند فيها 1000 ملة و1000 ديانة ويعبدون البقر ويعبدون الأوثان، ومع ذلك هم يعني مجتمعون وعندهم قواسم مشتركة يعملون بها. ونحن المسلمين ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد ونشهد شهادة واحدة. وتجد يعني أنا ما أقول مثلا فيما يتعلق بالروافض وما يتعلق ب، لا نحن نتكلم عن أهل السنة وأهل الشعب وأهل مذهب واحد. نعم، نتكلم عن أهل ليبيا الذين هم على معتقد واحد ويطبقون السنة ويحبونها، وربما بعضهم قد يكون قليل العلم بها فلا يقوم بها، يحتاج إلى من يذكره ويعلمه، لكن في الجملة كلنا على
يعني طريقة واحدة وعلم الله واحدة. الله شيخنا أن تكون هذه الحلقة الأولى التي نبدأها في مسألة التغيير ونستكملها معك بإذن الله تعالى، لعلنا يعني نبدأ أو نبني لبنة فيها في مشوار هذا التغيير الذي يصلح الله به البلاد بكم وبأمثالكم. حفظكم الله شيخ محمد الموسى عضو هيئة علماء ليبيا، نرحب بكم مجددا. أستاذ المشاهدون استكمل دقائق هذه الحلقة، ودون استقبال اتصالات لأخر يبدو أنه في الاتصالات، موعدنا بإذن الله تعالى معكم السبت، لأن غدا بإذن الله تعالى ستكون هناك ندوة علمية سنجمع فيها بعض العلماء نتحدث فيها عن الواقع الدعوي في ليبيا على تمام الساعة 11:05 بتوقيت ليبيا. غدا ستعاد هذه الحلقة وسنستكمل مشوار الفتية بإذن الله الأحد القادم. إلى ذاك الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.